حياكم الله وين ما تكونون، صباح الخير عليكم. رجال التعليق مالته شلون اراوس وشلون انزل اطبق الركن وياه، يجي استقامه ويا التعليق ينزل استقامه. اول خطوه، اول خطوه اللي عنده مسطره، هاي مسطره، هاي مسطره، هاي مسطره، خلي المسطره مالتك طريقها وتقيس المسافه اللي عندك، قاس مثلا 19 او 20، تقيس مثلا 20 بس تقبلها بالقبال، يطلع لك التحميل، تحليل مال التعليم مالتك مال رابر او عندي الليزر، هذا شوف الليزر هذا اللي حطيته طلع عنده التحليل، ما تقدر تشوف التحليل ايش قطع؟ التحليل ايش قطع؟ شوف كن واضح عندكم هذا، المهم اذا بين او ما بين طلع عندي مثل بالسلك تمام. تعال هاجي بتاعته شو ايش قطع عندي هسه؟ شوف هاي القصة 19 سنتيم، مجرد يطلع بس اشوف الليزر شوي خط بداية الفيت، هذا واحد هنا نفس الشيء شوي وقت من الليزر بهاوي اشوف هاي 19 سنتيم بالضبط يطلع حساب عندك التحديد. الان اول باول اكملكم الربات وشلون استقامه وشلون نتلافى الاخطاء هذا الركن ويا ذاك الركن. شوف اهم حالة للتطبيق عمود السيراميك تدخل جوا نظف هذا، لان صعب بعد تنظيفه لان الا تدخل كوسر هاي فصير عبقله، هاي وحده. اثنين اذا نقش هاي عدله لو مو عدله، هاي اذا قص المسدس عندي هنا مثلا 14 سنتيم انتهينا. هنا شلون اعرفها؟ هنا قص ايش قد عندي؟ 14. هذا شلون اعرفها؟ شوف شلون هنا بقيت 14 سنتيم. شقر عندي ويا هذا الساف مو المسدس هذا 64 تمام؟ تيجي هنا نقرا ال 64 خليه هنا شوف شو طلع عندنا التحميل بالضبط شوف هاي ال 64 يطلع التحميل عندي هذا يشابه هذا التحميل اعرفها يعني تقل بها العواج مالتها شباب هذا كملنا هسه الخيط راوسنا بمستوى ذاك الجوين خلينا هنا مثل هذا الجوين هذا التعليق مالنا التعليق هسه اول مراحل وننزل نازل عندنا عم تدخل السيراميكا ويا القصر خليناها الفتحه ما شوف الفتحه بها وديج شوف الخيط مستواها هسه كم كل هاي المراحل وانا نازل التعليق هذا الخيط الخيط هذا من جوا مو لفوق عم يجي مستوى الجوين ما عنده تطبيق فوق ثاني شيء يجي نفس التحميل مال هاي وحده اثنين هذا دي التعليق دائما خلوا له عمود يصير عندك لزوجين بالصف هذا نخليه هالطريقه هاي ترجع الشمع اللي تريده انت شلون تشمع هذا طبق فوقه بهالطريقه تنشرها قبل ما تدقها تاخذ التحميل مالتها لان اذا دقيتها اذا كان عالي لا تبدا تنزل عندك ما تقدر يعني يمونه مالتها بالضبط لان الرباط ما يمتص ولا يبس بسرعه خليها هالطريقه عادي شوف مستوى الخيط تقريبا شوي طالع بس دق مال التحميل مالتها هو شويه صاعده على الخيط شوف صاعده على الخيط شوي تاخذ استقرار ها يعني شوف مثل ما تكمل اول عندك شغله تكملها وترتب هاي بعدين تنزلها بس يعني فقط للمبتدئين انا اقدر اطلعها قبل وحتى بدون خيط اشتغلها بس الخيط تكون سيابيه عدله لان عندك رابط طويل نازل ذاك الجوين هاي التفاصيل يعني تفاصيل عمل ابسطها يعني للناس عم تستفاد هالطريقه هذاك النازل هذا شوف السيابيه مال هاي القصه بالضبط لما تجي هاي القبان يصير عندك فتحه بالركن مال الزاويه فلازم تخلي القبان وحده وحده وياك
لابسين ثياب يوم الحلاق تأكد أول أكثر مرة. شباب خلوا الناس تستفاد، المبتدئ خلي يستفاد، وإذا أنت عندك إمكانية صور الناس تستفاد قدر الاستطاعة. أنا بالنسبة لي طالع تفاصيل العمل، هو سيراميك طبعا سيراميك وجدران وسهل، كل واحد يجي يطابقه ويطلع قبه، بس التفاصيل تهتمون بها بعض الناس، الناس تتصل بي على الخاص شلون كذا وشلون كذا، هاي يختص كل عمل يختص المبتدئ، الصراحة يختص المبتدئ عم يستفاد منه، خير الناس منه فعل الناس، فرجاء رجاء خلوا الناس تستفاد يعني، والله يبارك فيك. السيابية منك عم يدخل داخل السيراميك، فصير القصة مالتك وتشيل الخيط خلصنا، بس هنا عشان تتحرك على الاستقامة مالتك كلها عم تيجي السيابية عدلة، لسه شوف اياها على كلها هاي تيجي لو ما تيجي هنا. جوين نفس الجوين والزاوية مستقامة عدلة، هذا اللي ينزل عندي، هذا اذا تحب تنزله منا والتنازل هذا الزاوية، شوف هذا الزاوية نازل، هذا لازم داخل عندك زاوية 90 بس عدالة، هاي يعني لا تطابه هيك ولا طالع، عم تاخذ القياس اللي تريده مالها تعلمه. هاي السيراميك الطب جو عندي هنا، انا بشوفها ويا المسطرة 15 سنتيم 14 بكيوز، انا اخلي 15 عندي مجال الحائط، شوف هنا هي 16 اسوي 15 سنتيم هاي الطريقة. حتى الجهة الثانية فوق اتأكد منها القياس نفس القياس الخيط، اخذ دقينا الخيط هذا مستوى هاي الزاوية، اشتغل نازل من فوق لجوا يجي السيابي عدل، بس اسوي اشوف شلون اجهز الثاني من جوا، شوفه هذا الركيب نفسه ينزل، هذا التحميل مالته، هذا التحميل مالته بالضبط. دقينا الخيط من فوق لجوا، اذا تتابع ذاك الركن مستوى بالضبط، هذا بالضبط الركن ما يذاك السيراميك هذا البحر. شو بالضبط طريقة كل السهلة، هذا للنازل نازل، هذا خيط عشو سمينا أنا استقامة بالضبط، استقامة مالته والعمودي ويا الركن ذاك مضبوط، لأن هذا الربط إذا ما تنزل له خيط تنزل له من فوق تصير شغلة حلوة. وهاي الطريقة أول شيء طابوه بالجانب مالها الجانب، تجيب الخيط فوق هاي أو تاخذ راحتك بالعمل، عشو الخيط فوق هاي الطريقة، هاي تجي ترجع الخيط استقاماتك شو مضبوط، تبقى بس تعدلها ما تتعب اصلا، استقاماتك مضبوطه زاويتك مضبوطه شكرا. ان شاء الله كمعلومه تفيدكم وسهل امركم بعملكم، لاخذ الرابط مال يوتيوب ويشرفني يدخل ويشترك وفعل الجرس، تحياتي لكم.
صح.